كشفت الفنانة حنان مطاوع عن إنجابها مولوداتها الأولى والتي أطلقت عليها اسم أماليا، وهو اسم فرعوني ويعني الأميرة الصغيرة ابنة الملك. وقد نشرت حنان صورة لها على موقع الانستغرام من داخل غرفة العمليات مع زوجها ووالدتها سهير المرشدي بعد الولادة. ودي الصورة اللي نشرتها على انستغرام امبارح 10/9/2019، وكتبت: من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، بابنتي أماليا. ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس. على فكرة أماليا اسم مصري قديم فرعوني، معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك. من ناحية أخرى، كانت قد احتفلت الفنانة حنان مطوع بزفافها على المخرج المسرحي أمير اليماني مساء الاثنين 6 سبتمبر 2016 بأحد فنادق القاهرة بالرقص على أغاني المهرجانات الشعبية من حوالي 3 سنين. كان حفل زفافه، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير على مشاركة الفنانة الكبيرة سهير المرشدي الاحتفال بزفاف كريمتها الفنانة حنان مطاوع. هنا الفنانة سهير المرشدي وابنتها العروس الفنانة حنان مطاوع. وكان ضمن الحضور من نجوم الفن رجاء الجداوي وفيفي عبده وإلهام شاهين وهالة صدقي، محمد رياض وحرم ورانيا محمود، ياسين ودرة. هنا فيفي عبده والعروس حنان مطاوع. أصيلة فيفي عبده بتجامل كل الناس. هنا هالة صدقي وداليا البحيري وإلهام شاهين. أيضا حضرت مي كساب ومجدي بدر وحسن الرداد وسامح حسين ومريهان حسين وإيمان العاصي ومنة فضالي ومحمد نجاتي وريهام عبد الغفور وزوجها. كان حفل مليان. العروس ومي كساب، معظم نجوم الفن حضروا. هنا العروسان ودنيا وسهير المرشدي وحسن الرداد وإيمان العاصي، حسن الرداد ومريهان حسين. هنا حسن الرداد ومحمد رياض وحرمه، رانيا محمود، ياسين ونورهان. مي كساب كانت بتشير إلى انتظارها حادث سعيد، كانت هتولد بعد كده. أيضا حضرت دنيا عبد العزيز وعمر خورشيد وحرمه ياسمين الجيلاني والمخرج عمرو عابدين والمؤلف أيمن سلامة وعز مجاهد بالشاعر جمال بخيت ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري. هنا عمر خورشيد وحرمه ياسمين جيلاني، ده ابن علا رامي. وأيضا الإعلامية سهير جودة وسلمى صباحي وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الغناء والرقص التي أشعلتها المطربة الشعبية أمينة. هنا درة وريهام عبد الغفور ودنيا عبد العزيز، وهنا العروسان ومحمد نجاتي. هنا العروسان وهاني البحيري وريهام عبد الغفور وزوجها. عروسان وريهام ومريهان ومي وسلمى صباحي. هنا ريهام عبد الغفور وزوجها. من ناحية أخرى، كانت قد ولدت سهير المرشدي يوم 21 مارس من عام 46 بمحافظة الغربية في مدينة طنطا تحديدا. انتقلت عائلتها إلى القاهرة وهي طفلة وسكنت حي الحلمية الجديدة. وكتب في بعض المصادر أن والدها يعرف بالمرشدي بيه، كان مثقفا ومحبا للمعرفة، لكن تربية ابنته كانت صارمة ومحافظة. دي سهير المرشدي في عز شبابها، صور جميلة ليها. خططت سهير المرشدي لعملها في مجال التمثيل أثناء دراستها في مدرسة الحلمية الثانوية الجديدة بنات. لاقى ذلك التفكير اعتراضا حادا من أسرتها وتحديدا والدها. أول من شجعها ودفعها في هذا الاتجاه نستطيع القول أنه اكتشفها هي نظرة المدرسة. مثلت خلال النشاط المدرسي دورا في مسرحية الأميرة والعمياء ونالت عنه شهادة تقدير طرأ عليها وعلى أسرتها، إذ استشهد أخوها صلاح في حرب أكتوبر 73. تقول عن هذا الحدث:
استشهاد أخي صلاح في حرب أكتوبر 73 أوجد هزة عنيفة في حياتي وأصابني بحالة حزن هائلة. وقتها شعرت أنه لابد وأن تكون هناك قصة حب في حياتي حتى أنسى أحزاني على شقيقي. تحكي سهير المرشدي عن قصة لقائها بالأستاذ كرم مطاوع. التقيت كرم وبدلا من تعاملنا مع الكازوملاء وقف إلى جانبي وساندني بقوة لأخرج من أحزاني. وبدأت مشاعرنا تنمو داخلنا بقوة وشعرت وشعر هو أيضا أن كلانا لا يريد أن يفترق عن الآخر. كانت مشاعرنا جارفة وعميقة. وكان زواجنا هو قمة التتويج لهذه العلاقة الرائعة. كنت أريد أن أنجب ولدا وأسميه صلاح على اسم شقيقي الشهيد، لكن الله أراد أن تكون بنتا فسميناها حنان. هنا مع بنتها حنان مطاوع صورة نادرة، وهنا عما كبرت حنان مطاوع. وتضيف: سرق زواجي من كرم بشكل رائع تملؤه المشاعر الجميلة الدافئة ومساحة هائلة من الحب والتفاهم والاحترام بيننا، وكان هذا مسار إعجاب واحترام جميع من في الوسط الفني ومن جمهورنا أيضا، خصوصا مع إصرارنا على تقديم الفن الجاد الملتزم البعيد عن السطحية والإسفاف. وقدمنا معا أعمالا مسرحية رائعة، وسافرنا معا كثيرا، وقدمنا معا أيضا مسلسلات، وتشاركنا في رحلة فنية وإنسانية طويلة. مثلت سهير المرشدي في 81 عملا. هنا سهير المرشدي مع كرم مطاوع في أحد الأعمال، هنا مع بنتها حنان، صور جميلة مع بعض. أما القدير والكبير كرم مطاوع فهو أستاذ المسرح والأكاديمي الذي تخرج على يديه العديد والعديد من فناني المسرح المصري من خلال أستاذيته في معهد الفنون المسرحية. وبعد رحلة إنسانية وفنية لهذا الثنائي الرائع امتدت لعشرين عاما متواصلة، كانت المفاجأة غير المتوقعة للجميع. لقد وقع الطلاق والانفصال بين كرم وسهير المرشدي، وأحدث هذا الانفصال صدمة هائلة داخل الوسط الفني، ولم يسأل أحد عن الأسباب ولا أطراف هذا الانفصال تحدث عن أسبابه، لكن حالة من الحزن سيطرت على الجميع من فك عرى هذه الزيجة الفنية الرائعة التي مزيته حسن العشرة والحب والاحترام والتفاهم. وهنا لابد أن نشير لشيء مهم جدا، وهو أن كرم مطاوع إذا كان هو الزوج الأول في حياة سهير المرشدي والتي أحزنها بشدة انفصالها عنه، فإنها لم تكن الزوجة الأولى في حياته، فقد كانت له تجربة زواج سابقة أثناء دراسته، وهي من الإيطالية مارجريتا، وهي أم ولديه عادل وكريم اللذين يعتبران الشقيقين الأكبر لحنان مطاوع من والدها الفنان الكبير الراحل. وفي السنوات الأخيرة أصبحت حنان من الفنانات والنجمات الشابات على الساحة الفنية في مصر. وبعد الانفصال تزوج كرم الإعلامية والمذيعة التلفزيونية ماجدة عاصم. دي سهير المرشدي وبنتها حنان. دي صورة نادرة ليها مع بنتها وهي صغيرة. وبعد زواجهما بشهور قليلة اكتشفت إصابته بمرض السرطان، وعندما اشتد عليه المرض طلقها وانفصل عنها، ولم يكن قد مضى على زواجهما أكثر من عام واحد فقط. سافر بعدها للعلاج في الولايات المتحدة واستمر فترة هناك، وعاد للقاهرة لتشتد عليه آلام المرض بقوة ويتم نقله إلى المستشفى، وتسارع سهير المرشدي إليه لتكون بجواره في لحظات مرضه الصعبة، وظلت لجواره شهرا كاملا، ومات بين يديها يوم 11 ديسمبر 96، وقد أثر فيها رحيله بدرجة كبيرة وأصابتها حالة من الحزن العارم. وقالت: لقد عشت مع كرم مطاوع أكثر مما عاش مع أبيه وأمه وزوجته الأولى، لقد عشنا معا أهم وأخصب وأشرف المعارك منذ الستينيات حتى رحيله، لكن كانت عشرة طويلة ورفقة مملوءة بالحب وصحبة فيها كل التفاهم والاحترام، عشنا معا النجاحات والانكسارات.
لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشكركم بالتعليقات وشكرا لكم.